بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نرجع نكمل القضايا بتاعتنا ونكمل الجزء بتاع الفداء والخلاص اللي ابتديناه وكنا اتفقنا على ايه انه قضيه شرح الفداء والخلاص من خلال الفداء متعدده الجوانب لكن ما فيش جانب بيلغي الاخر واتفقنا انه بعض المعترضين حاليا او الاصوات اللي عامله شويه قلق بتقول لأجلنا صح عنا مش صح البدلية دي مش موجودة وإحنا أكدنا لا المسيح مات بدلنا مات عنا مات من أجلنا فدانا كل المعاني دي طبعا سليمة مية في خدنا نقطتين كبار في شرح الفداء نقطة توريليس توريسكيو ونقطة إيه فاكرينها انك بتعمل المصالحه المسيح له المجد خلصنا بمعنى حررنا عتقنا خرجنا من سجن الخطيه وزي ما في سفر الخروج كان كله بيشاور على قضيه الفداء والخلاص واوله دم وبعديه خروج انطلاق للحريه كذلك شفنا كمان قضيه الايه المصالحه اللي ليها تعبيرات كتابيه كثيره النقطه الثالثه paying the debt or what we call redemption. يعني عشان نفهم الخلاص في جانب من شرح الفداء اسمه الكفاره. اسمه الفداء ذاته يعني ايه؟ تفدي يعني بتدفع فديه. يعني في تمن في طبعا ناس معترضه تماما على فكره انه المسيح دفع ثمن الخطيه او قام بالكفاره. طبعا دي لغة الكتاب فكونهم رفضينها الواحد بيستغرب إذا كان في آيات صريحة بتقول كده مثلا يقول الذي لنا فيه الفداء بدمه We have redemption through his blood يبقى it's not only reconciliation it's not only a release or rescue but also redemption through his blood طريقة تانية اللي هي الطريقة القانونية بقى لو فاكرين كلام امبارح اللي هم ما بيحبوش خالص الفكر القضائي أو القانوني ده ده جانب من جوانب شرح الخلاص لما بيقول محى الصك الذي علينا في الفرائض hand writing of requirements that was against us يبقى في زي عارفين اللي كاتب كمبيالات هتبقى تسجنه فاحنا علينا خطايا متسجلة علينا أو علينا صك خطايا بتعبير الكتاب. كان ضدا لنا رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب وجرد الرياسات والسلاطين دول الشياطين. يعني غلب الشيطان اللي كان ماسك علينا ده اللي كان بيذلنا بالخطايا اللي احنا عاملينها ومحسوب علينا الخطايا دي كلها. يبقى هنا محو الصك أو إزالة الصك وده اللي بنصلي بيه ونقول يا رب مزق كتاب سك خطايانا يعني. فدفعت دين كمان بتفكرنا بالقاعدة الكتابية بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. يبقى ليه نختزل كل الصليب ونحطه بس في تجديد الطبيعة؟ ما هو الصليب كمان سبب الغفران سفك الدم من أجل غفران خطايا البشر. وكانت ممثلة في الذبائح الحيوانية عهد قديم واكتملت في الحقيقة في دم المسيح له المجد في العهد الجديد. مرة تانية في روميا 8 يقول إيه؟ الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية لأجل الخطية دان الخطية في الجسد كي يتم حكم الناموس فينا يبقى إحنا متنا معاه يوم ما تعمدنا لأنه مات عنا مات بدلا عنا ومتنا معاه في المعمودية وقمنا معاه فهنا في حكم خاص علينا والحكم ده هو اللي شاله بدلنا مرة تاني في كورنثوس الأولى يقول نقوا منكم الخميرة العتيقة عشان تبقوا عجين جديد لأنكم فطير لأن فصحنا في فصحنا في المسيح ذبح لأجلنا was sacrificed for us يبقى the idea of sacrifice في المسيح يعني المسيح ذبيحة طبعا والإفخارستية امتداد لذبيحة الصليب فاحنا بنتناول الجسد المذبوح واللي قام عننا لأنه بذله عنا لأن سفك الدم هو الوسيلة الوحيدة للغفران عشان كده يتقال على جسد المسيح اللي بنتناوله يعطى لمغفرة الخطايا وإيه؟ وحياة أبدية لمن يتناول أشعياء من بدري قال المعنى ده قال إن الخلاء الفداء أو الصليب اللي جاي المسيح يعمله هو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلام عليه وبجراحاته شفينا يبقى هو إيه جاي يموت عشان الخطايا لأن هما يقولوا لا جاي يموت عشان تجديد الطبيعة لا هو مجروح من أجل الخطايا ومسحوق من أجل الأثام ليه نشيل النقطة دي هو بيدفع تمن الخطايا وبيكفر عن كل البشرية وبيموت بدل عنا وبيدينا ده كله في الأسرار بالمعمودية والميرون والتنوم الرب وضع عليه اسم جميعنا بين قوي يبقى هو اللي شال الشيلة بدلنا كلنا لأنه وضع عليه أسام كل البشر آخر جانب من جوانب الفداء اللي بعرضها احنا قلنا ايه تاني ريليس او ريسكيو ريكونسوليشن المصالحة او الصلح وكمان الريدامشن كفارة او الفداء او دفع الدين مش كده تأتي آخر معنى هما بقى بيركزوا عليه وطبعا ده مقبول جدا الرينيوال أو الريكرييشن أو الكلمة الأدوبشن أو حتى موضوع التأله اللي لسه هنشوفه هما دايما بيختزلوا كل ده وينطوا للحتة دي احنا بنقول ده صح والباقي كله كمان مهم ما ينفعش ما نركزش على الغفران ولا دفع الدين ولا تحرير النفس البشرية من سجن الخطية لا المعاني دي كلها مهمة قوي والتجديد كمان مهم تجديد يقصد به ايه يقول ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الكل قد صار جديدا بصوا في كورنثوس الثانيه حط المعنيين جنب بعض قال التجديد مرتبط بالمصالحة فبعد ما قال صار الكل جديدا قال لكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه يبقى دي المصالحه وادي التجديد في نفس الـ الايه فالمصالحة اللي حصلت على الصليب هي ادت البشرية كلها فرصة التجديد يعني بقينا خليقة جديدة بسبب المصالحة اللي عملها المسيح وطبعا ده ثروء المعمودية مرة تاني في أفسس يقول إيه سبق فعينا للتبني ده هدف الفداء الأسمى في الآخر إن إحنا نرجع نبقى أولاده خاليين من الخطايا، مش علينا حكم الناموس، مش علينا الفساد والموت اللي بيحكم فينا، خلاص معروض علينا الأبدية لأننا أولاد ربنا نورث السماء مع ربنا. فكلمة التبني أو الأدوبشن دي بركة من بركات الفداء اللي عمله على الصليب. فيقول تاني لم تأخذوا روح العبودية للخوف بأخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. يا ابا الاب يعني ايها الاب السماوي صرت ابي دلوقتي في العهد الجديد يحق لنا نقول ابانا الذي لاننا مدفوع الثمن فينا لاننا مغسولين بدم المسيح لاننا تحررنا من سجن الخطيه لاننا تصالحنا مع الله فصار لنا ان نكون اولاده وضحت ان كل المعاني مكمله بعضها وكلها اساسها التجسد والفداء يقول لي يفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني يبقى الفداء تو ريديم بعدها تو ريسيف ذا ادوبشن يبقى الريدمشن ريليتد تو ذا ادوبشن لما فدانا ودفع الثمن بقينا فعلا او رجعنا اولاد الله برضه في مره ثانيه يقول لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفه حسب صوره خالقه لبستهم الجديد دي حصلت امتى يا جماعة دي يوم ما تعمدنا يعني المسيح ادى الامكانية لكل البشر ان هم يتصلحوا ان هم يدفع الثمن عنهم ان هم يطلعوا من سجن الخطية ان هم ياخدوا الطبيعة الجديدة الامكانية دي كل واحد بيتقدم ياخدها يوم ما بيتعمد فلبسنا الجديد يوم ما ايه موتنا معاه وقمنا معاه يوم ما تعمدنا لكن حتى لبس الجديد مش نهاية القصة لأن التجديد مستمر زي واحد جاب بدله جديده قوي واخر جمال لكن هتتوسخ لازم يغسلها فالتوبه او التجديد المستمر بيكمل على لبس الجديد اللي كان اول مره حصل في المعموديه تعالوا بقى نلخص اللي انا قلته كده على الاقل عاوزكم تحفظوا المنظر ده الفداء هو الريسكيو ريليس من الخطيه هو الريكونسيليشن المصالحة مع الله ومع كل البشر هو الردامشن اللي فيه معنى paying the debt, يعني دفع الدين والكفارة الرينيوال في تجديد الطبيعة مفيش ولا معنى من دول يلغي التاني كلهم اتقالوا في الانجيل كلهم ضروريين لفهم ليه المسيح مات وقام فالفداء ما حدش ياخد جانب ويلغي بقية الجوانب ده ظلم في شرح العقيدة وده نوع من التطرف كل ده خدموه الأباء بقى بمئات الأقوال من التفسيرات والتعبيرات لكن أنا مش مش هعرض عليكم أقوال الأباء لكن كل ده مسنود أبائيا بتعبيرات ملهاش آخر وإجماع أبائي طبعا على كل المعاني دي لأنها معاني كتبت بالروح القدس تلاحظوا إن إحنا بقى في الليتورجية إحنا اتفقنا دايما أي عقيدة بنراجعها من خمس حاجات الإنجيل والليتورجية صلوات الكنيسة وأقوال الآباء مجامع المسكونية والتاريخ عشان نفهم إيه حصل في أي عقيدة وكانت إيه الشكوك اللي حواليه إحنا مركزين على أول اتنين بس بعد ما بنرجع للإنجيل نرجع لصلواتنا إحنا بنقول إيه في صلواتنا. بنقول قدوس الله قدوس القوي الحي الذي يموت الذي صلب عنا يبقى احنا في صلاتنا لنا ألفين سنة بنقول صلب عنا فلما يطلع حد يقول بدلا عنا دي فكرة غلط وعنا دي مش مقصودة باللي انتوا بتقولوها ليه اللخبطة دي؟ احنا بقالنا قد ايه بنقول صلب عنا وكل الكنائس الأرثوذكسية بتقول التقديسات دي بنفس الطريقة يبقى هنا الصلب عنا يؤكد فكر الكنيسة أنه ماشي على كلام الإنجيل اللي يتحقق فيه المصالحة والكفارة والفداء والكل اللي احنا قلنا نقول مثلا نسجد لشخص غير الفاسد دي من قطع الست طالبين غفران خطايانا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي ها؟ to deliver زي rescue to release يبقى احنا في صلواتنا بنقول انت طلعت على الصليب عشان تنجينا من عبودية العدو يبقى احنا مستعبدين مسجونين وطلعنا للحرية بالصليب يبقى واضح ان صلواتنا بتؤكد على هذا الجانب في الأجبية على الأقل لما بنقول مزق سك خطايانا دي جاية على كلام كولوسي لما بيقول ايه مزق كتاب سك الخطايا او ايه عمل ديليشن يعني ديليتد اللي كان علينا مرة ثانية نقول قتلت الخطية بالخشبة يبقى في هنا الصليب بيصد في الخطية يبقى الموضوع مش مجرد رينيول بس لا من علي خطايا وتحت سلطان الخطايا كل ده لازم يتشال بالصليب وأحياة الميت بموتك يمكن ده اللي فيها رينيول أكتر قداس البسيلي بنقول نفس الكلام نقول سلم ذاته فداء ايه عنا يبقى واضح ان عنا دي موجودة في لغتنا محدش اتضايق منها فداء for our salvation uh, gave himself up for our salvation من أجلنا أو عن إلى الموت الذي تملك علينا كنا ممسكين بما ما من قبل خطين مرة تاني يقول سلمه عنا على خشبة الصليب for us على خشبة الصليب يبقى سلم ذاته عنا يبقى هنا في بدلية واضحة والعقوبة قبل كده اتفقنا أنها واضحة والمسيح شال العقوبة عن كل البشر مات من أجلنا مات عنا أخذ الذي لنا أعطانا الذي له في النهاية إحنا بناخد بقى مجد البنوة ونأخذ الحياة الأبدية بسبب اللي عمله حتى بنعدها ونأكد إيه عنا كلنا يعني إيه الفداء ده مش عشان ناس معينة ده عنا بنكررها مرتين في السطر ده في الإغريغوري مثلا يقول إيه صرت لنا وسيطاً للآب والحاجز المتوسط نقضته يبقى هنا بيركز على المصالحة فاكرين reconciliation العداوة هدمتها صالحت الأرضيين يبقى معنى المصالحة مركزين أكتر في الإغريغوري عليه لكن كله بيوصل لنفس الفكر برضه في القداس الإغريغوري يقول ازلت لعنه الناموس يبقى الفداء شال اللعنه اللي هي فكره الريدمشن انك دفعت الثمن فشلت اللعنه اللي مسكت فينا بسبب الخطيه ابطلت الخطيه وبعد كده يقول اتيت الى الذبح مثل حمل يبقى بياكلت الفداء كذبيحه قتلت خطيتي بعداوه الصليب مع الخطيه الصليب نزع الخطيه ونزع الفساد من الطبع البشري بس خلي بالكم بفكركم تاني في الفكر الارثوذكسي ودي حته لسه يعني مش دي موطن الخلاف دلوقتي كل اللي عمله المسيح ده احنا بناخده خلال الكنيسة بالأسرار عشان تكمل الحكاية بقى ما يعني نؤمن بالمسيح فادي ومخلص ومحرر ومجدد للطبيعة البشرية ومعطي البنوة كل اللي تقال ده بناخد ده كله ازاي بقى لما نؤمن ونتوب ونيجي نتعمد وانس تعمد كل اللي اتعمل ده يتحط لحسابك بقى بقيت انت واخد من ده كله من ملئه نحن جميعا أخذنا فالمعمودية تصرف لك كل البركات دي الميرون يحط فيك الروح القدس عربون الأبدي اللي يعيشك بقى في الطبيعة الجديدة التوبة تجدد كل اللي انت خدته لأن بتتوسخ بالخطية بإرادتك ترجع تتوب تاني وتعترف تنضف مرة تاني أخيرا التناول بتشترك فيه تثبت فيه ويثبت فيك تحيا بي من يأكلني يحيا بي عشان كده فعل الفداء نفسه يتحقق من خلال الأسرار إحنا كشعب نتعامل مع الصليب مش كذكرى عقلية قديمة حصلت من ألفين سنة إحنا واقفين قدام المذبح كأننا قدام الصليب والجسد ده هو اللي ذبح لأجلنا والدم الكريم ده هو المسفوك من أجلنا فإحنا بناكل الذبيحة زي ما كانوا زمان بياكلوا ذبيحة العهد القديم فأصبح إحنا جوه المسيح وهو جوانا الاتحاد ده اللي بيثبت فينا الطبيعة الجديدة أتمنى تكونوا فهمتوا وجه الخلاف هم معترضين على فكرة العقوبة والبدل فسموها البدلية العقابية احنا من امبارح ركزنا ان لا في عقوبة وفي قانون وفي جزاء وفي عدل وفي قضاء وفي دينونة ودي كلها مفاهيم مسيحية مظبوطة والمسيح جه فادي للبشرية بمعنى أنه حمل العقاب بديلا عنا إلى جانب ما يقولوه أنه يدينا الطبيعة الجديدة والحياة الأبدية طبعاً دي النتيجة الطبيعية للفداء وأنه مات من أجلنا